إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه طول الأمل عن عقبة ابن أبي الصهباء قال: سمعت الحسن يقول: يا معشر الشباب، إياكم والتسويف، سوف أفعل سوف أفعل. وهذه آفة الشباب، آفة مرحلة الشباب، سوف أفعل. الآفة التي أهلكت كثير من الشباب: سوف أتوب، سوف أحافظ على الصلاة، سوف أبر والدي، سوف يؤجل، لا يفعل ولا يبادر ولا يغتنم، وإنما يؤجل. كلما حدثته نفسه بتوبة أو محافظة على صلاة أو عناية ببر الوالدين أو غير ذلك، جاءته هذه الآفة وأجل. قال: سوف أفعل بعد شهر، بعد سنة، إذا بلغت من العمر كذا. يؤجل ويؤجل حتى يفوته بركة الشباب، يفوته اغتنام الوقت، ولا يزال في تسويف. وربما أن بعضهم أجل التوبة إلى أن يصل إلى عمر ما من حياته، فاخترمته المنية قبل أن يصل إلى ذلك العمر، اخترمته المنية قبل أن يصل إلى ذلك العمر. فكان يقول: يا معشر الشباب، إياكم والتسويف، سوف أفعل سوف أفعل.